طبعا في ميزة كويسة من مميزات الافتر افكتس، ان هو بيقدر يتحكم لي في المشروع بتاعي، بيعمل لي المشروع بتاعي على شكل ثلاثي الابعاد. طبعا هو مش برنامج ثلاثي الابعاد، هو بس بيديني امكانية، بيعمل لي 3D room او بيعمل لي غرفة للتحكم عن طريق البعد الثالث. انا هنا الاول هسيب الملف زي ما كان. على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هنا عندنا ليارين، اللير بتاع الفيديو بتاعنا واللير اللي فوق منه اللي هو بتاع الصورة، طبعا واحد فوق التاني. بنيجي هنا على اليمين زي ما احنا شايفين موجودة ايقونة المكعب دوت، ده هيعمل لنا اللير بتاعنا ثلاثي الأبعاد. لو دوسنا هنا على المربع الفاضي دوت أصبح عندنا هنا الصورة بتاعتنا ثلاثية الأبعاد. أول ما بندوس على المربع زي ما احنا شايفين بيظهر عندنا الثلاث اتجاهات بتوع التحكم في الأبعاد. هنا زي ما احنا شايفين عندنا الاكس اكسس، دي بنقدر نتحكم في ملف اللير بتاعنا ان احنا بنوجهه يمين او شمال. عندنا الواي اكسس لفوق او تحت، وعندنا حاجة اللي هي مهمة او في 3D اللي هي الزي اكسس، بنتحكم عن طريق اننا نحط الملف قدام وورا بالشكل دوت. طبعا دي مختلفة عن اننا نعمل سكال. لما بنعمل سكال بنصغر او بنكبر حجم الملف نفسه، لكن الزي اكسس او الزد اكسس زي ما بنقول دي بنحط الملف قدام او ورا، ما بنصغرهوش، بيفضل زي ما احنا شايفين هنا السكيل او الحجم بتاعه 100%. لما بحرك عن طريق الزي اكسس ما بيتغيرش الحجم بتاعه، الحجم زي ما هو، كل الحكاية ان هو بيروح لقدام او ورا بالشكل دوت. انا كمان هعمل اللير بتاع الفيديو ثلاثي الأبعاد بالشكل دوت، هدوس على الأيقونة بتاعت المربع دوت. زي ما احنا شفنا الصورة اختفت لأنها ورا اللير بتاع الفيديو. لو جبت أنا الصورة هنا تاني بدأت تظهر لأنها موجودة دلوقتي قدام الصورة بتاعت الفيديو. طبعا احنا مش فاهمين دلوقتي ايه اللي بيحصل، هنغير هنا البريفيو بتاعنا بالشكل دوت. لو لاحظنا هنا عندنا ان الصورة بتاعتنا موجودة قصاد ملف الفيديو بالشكل دوت، اصبح عندنا هنا بنقدر نتحكم واحدة قصاد التانية او بنغير وضع كل لير عن التاني بالشكل دوت في غرفة ثلاثية الابعاد بالشكل دوت.